وإن شاء الله تكونوا بكل صحة يا ربي، ويكونوا عائلاتكم بخير. اليوم جيتكم وجبت لكم وصفة جديدة، وصفة صيفية سهلة وبنينة بزاف كما راكم تشوفوا مقاديرها امامي. قبل ما نبداو المقادير ديما كيما نقول لكم اشتركوا في القناه حبيباتي وفعلوا الجرس باش تكبر عائلتنا ويوصلكم كل جديد، وما تبخلوش عليا بلي جيم ولي كومونتير تاعكم الزينه اللي تحفزني باش ديما نكمل للامام ومعا للقمه ان شاء الله. حبيباتي نبداو على بركه الله. عندي بطاطا كيما راكو تشوفوا قصيت حبة على أربعة على هذه الأشكال، طيبتها في الماء لمدة 15 دقيقة نص طياب برك باسكو راح نزيد نتبلها وندخلها الفرن. هذه البطاطا نحطوها أكوتي نتبلها، دوك تشوفوها معايا. عندي قطع من الدجاج، عندي كمية من الزيت، عندي الموطارد اللي راح من بعد كي يطيب الدجاج تاعي في المرق راح نتبلو ونضيف كمية من الموطارد باش يتحمر لي في الفرن. عندي كاس أرز، عندي نصف المهم قليل من الكابويا معروفة، ما تدهشوش عفوا كابويا بالأرز يعني تجي بنا، نتمنى تسييوها وتردوا لي الخبر. عندي نصف بصلة مفرومة، عندي ليزيبيت اللي راح نطيب فيهم الروز، كركم ملعقة صغيرة، كركم ملعقة صغيرة من راس الحانوت، وشوية كما راكم تشوفوا كمية قليلة من جوزة الطيب، وشوية فلفل أسود وملح. وعندي التوابل اللي راح نتبل بها البطاطا تاعي والدجاج من بعد. عندي كركم كيما راكم تشوفوا، فلفل احمر، راس الحانوت، ملعقه سكر باش يجي مكرمل ومليح، ملح، زعتر، شويه نعناع وفلفل اسود وكميه من الزنجبيل. نبداو على بركه الله. ندير كميه من الزيت لهنا في القدره تاعي اللي راح نطفي فيها الدجاج والروز. ندير الدجاج تاعي يتقلى مليح، من بعد نضيف له البصل ولي زيبيس هذو اللي سميتهم معكم والكابويا، ونمرقها ربع كيسان باسكو عندي كاس روز. تعرفوا بلي الروز يحب كاس روز بزوز ماء، انا راح ندير كاس روز بربع كيسان ماء. قولوا لي علاه كاس الروز بزوز كيسان ماء تاعو وزوز كيسان اخرين على جلد الدجاج باش يطيب لي، يعني يجي سوا سوا. باكي الدجاج يطيب المرق راح يقل، راح يبقى مقدار زوز كيسان، نضيف الارز باش يطيب حبه كل حبه وحدها ما يجيش متلاصق. وراكو معايا قلت لكم حبيباتي في المرحله هذه نبدا نقلي الدجاج. حبيباتي الزيت تاعي سخن، راح نضيف قطع الدجاج يتحمروا مليح. نخليهم يكتسبوا اللون الذهبي ومن بعد نضيف لهم البصل ولي زيتون. كيما راكو تشوفوا حبوباتي الدجاج تاعي تقلى، الدجاج تقلى، نضيف له في المرحلة هذه البصل. ولي زيبيس اللي قلنا ملح وراس الحانوت وكمية من الكركم، فلفل أسود وكمية قليلة من جوزة الطيب. الكركم باش يتنكه لي الدجاج ويتغير لون الأرز. عفوا شوفوا حبيباتي خليه الدجاج تاعي يتقلى مليح، ومن بعد نمرقوا كيما قلنا اربع كيسان ماء، زوز حق الدجاج باش يطيب لنا وزوز حق الكاس. انا راح نكيل بهذا الكاس، نفس الكاس اللي كيلت به الارز نفسه راح نكيل به الماء. في المرحلة هذه حبيباتي نمرقوا بماء سخون لأنه الدجاج اتقلى مليح. أول كاس ثاني كاس وثالث كاس ورابع كاس. حبيباتي نخليو الدجاج تاعنا يطيب، كي يطيب نصفيوه نحيوه، ومن بعد كي يطيب الدجاج قلنا نصفيوه ونضيف الارز والكابويا. على بالكم الكابويا ما تديش وقت عليها، فضلت اني نضيفها مع الارز. نخليه يطيب ونرجع لكم. باتي حبوباتي كيما راكم تشوفوا الدجاج صفيته من المرق، نحيته المرق تاعي راهو يغلي
في المرحله هذه راح نضيف له كاس ارز كما راكم تشوفون مع رقم نقص خلاص رجع مقدار كاسين. راح نضيف له الكاس تاع الارز ونزيد له الكابويه تاعي. قلت لكم الكابويه ما تحتاجش وقت في ساعه طيب. ونقص له النار ونخليه يطيب على نار مهيله ما بين يتحمر لي الدجاج والبطاطا اللي راح ندير لهم التتبيله معاكم ونديرهم في الفرن. نغطي عليه ونروحوا للتتبيله. حبوباتي ندير التتبيله للبطاطا كيما كنت سميت لي زيبيس معاكم اللي قلنا مغرف سكر ملح زعتر نعناع كركم وزنجبيل وفلفل اسود وراس الحانوت وشويه فلفل احمر. راح نضيف لهم كميه من الزيت ونضيف لهم. انا ما نسيت ما قلت لكمش في المقادير الاول ما قلت لكمش الزبده. راح ندير ملعقه او هكا ملعقه متوسطه مش معمره زبده. نتبل البطاطا. التتبيله هذه راح نقسمها على نصفين. شوي نديروا البطاطا وشوي نخليه نضيف له المطارد باش نديروا الدجاج تاعي. شوفوا حبوباتي نبدا نتبل البطاطا تاعي. التتبيله هايله بزاف وبنينه. نمجز معاها مليح الزبده مع الزيت ولي زيبيس باش نضيفها. نضيفو النصف فقط ونخلي النصف باش نضيف له المطارد. كيما راكم تشوفوا حبيباتي نحاول نغلف البطاطا تاعي. ما يحتاجوش وقت بزاف في الفرن لانه الدجاج طايب والبطاطا طايبه يحتاجوا يتحمروا فرات. نفرش انا جبت كيما قلت لكم بلا فرشت له بابي كويسون باش ندخلو الفرن. نرف البطاطا خطوات سهله حبيباتي ما تحتاجش وقت وبنينه. نديرو طبق صيفي متنوع شويه دجاج شويه رز وشويه من سلطه وجا طبق هايل. دركا نتبل الدجاج. راح ندير في نفس الوعاء باش ما نكثروش على رواحنا لماعن. نضيف شويه مطار للخلطه اللي كنا درناها مع بعضنا. ملعقه صغيره فقط ما نحتاجوش كميه كبيره عبالكم المطار مليح في الدجاج. مطارد او خردل كل واحد كيف يسميه. نضيفو للدجاج تاعي نحاول نغلفو. نضيف نسخنوا الفرن من قبل على درجه 220 خليوه لمده 15 دقيقه الى 20 دقيقه ويكون واجد معانا ما بين يطيب الرز. ونشوفوه مع بعضنا في طبق التقديم. نحاول نفرغ التتبيله هذه ما نخليهاش تروح. كما قلت لكم حبيباتي نديرو في الفرن والرز راهو يطيب وتشوفوه معنا في طبق التقديم. كما راكم تشوفوا حبيباتي الطبق تاعنا وجد وانا درتو في اطباق التقديم. دار لي يعني وجبه لاربع افراد تكفي لاربع افراد. وانتم اذا تحبوا ضعفوا الكميه عائلتكم كبيره ضعفوا الكميه. جا طبق ولا اروع من ناحيه الديكور ولا الذوق مانيش نكذب عليكم يعني روعة. ولا نشكر في روحي. نتمنى تجربوه
حبيباتي نقدم لكم هذا الطبق مني ليكم حبيباتي من القلب إلى القلب. نتمنى تجربوه. وفي الأخير حبيباتي نتمنى تعجبكم فيديواتي ووصفاتي، وما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولي كومنتار، وللملتقى في فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.